لكن خلينا بقى نروح لجرافيك المباراة، مباراة اليوم. مباراة اليوم 24 يوليو 2019 المقاولون العرب سيواجه النادي الأهلي في مباراة من الأسبوع 33 في الدوري العام المصري. النهاردة الحقيقة في مباراتين، المباراة الأولى زي ما قلت لكم مباراة المقاولون العرب ضد النادي الأهلي في الأسبوع 33 في تمام الساعة 8. أيضا الزمالك سيواجه النادي الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الأسبوع 27، نادي الزمالك سيواجه نادي الإسماعيلي في تمام الساعة 8. وبمناسبة نادي الزمالك الحقيقة عايز برضه أقول لحضراتكم، امبارح يعني انا شفت على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي كابتن خالد الغندور زميل ملاعب طبعا وصديق جوه الملعب، انا بقول له الف سلامه الحقيقه، لانه امبارح او من اول امبارح اعتقد شفت على الفيسبوك ان هو تعبان شويه وفي المستشفى، نتمنى له يا رب دوام الصحه. زميل ملاعب الحقيقه قضينا لعبنا ضد بعض كتير في كل الفرق اللي انا لعبت فيها، وهو طبعا كان بيلعب في نادي الزمالك. الف سلامه للكابتن خالد الغندور، ان شاء الله يقوم بالسلامه ويرجع لمحبينه خلال الفتره القادمه. خلينا نرجع مره اخرى لقائمه النادي الاهلي لمباراه المقاولون العرب. في حراسة المرمى الشناوي علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، زي ما حضراتكم بس عارفين القائمة دي للمباراتين، مباراة المقاولين ومباراة نادي الزمالك. في خط الدفاع أحمد فتحي ومحمد نجيب وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني وباسم علي وعلي معدول وياسر إبراهيم. أما خط الوسط حسام عاشور، جونيور أجايه، حسين الشحات، حمدي فتحي، صالح جمعة، أحمد الشيخ، وليد سليمان، جيرالدو، ناصر ماهر، عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحي، وخط الهجوم وليد أزارو ومروان ناصر. طيب غيابات النادي الأهلي عن مباراتي المقاولون والزمالك: شريف إكرامي، سعد سمير، محمد محمود، كريم ندفد، محمود وحيد، صلاح محسن، محمد شريف، أحمد حمودي، إسلام محارب، أحمد علاء. موقف النادي الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري: النادي الأهلي بيتصدر الدوري في 32 مباراة، فاز في 23، تعادل في 5، هزم في 4 مباريات، سجل 52 هدف، استقبلت شباكه 19 هدف، يملك من النقاط 74 نقطة في المركز الأول. هدافه النادي الأهلي وليد أزارو 6 أهداف، مروان محسن 6 أهداف، والنجم علي معلول 6 أهداف أيضا. أما نادي المقاولون العرب من 33 مباراة فاز في 13، تعادل في 9، خسر في 11، سجل 44 هدف، استقبلت شباكه 35 هدف، يملك من النقاط 48 نقطة في المركز الخامس. هداف المقاولون العرب أحمد علي 18 هدف، وهو هداف الدوري العام المصري المنتقل حديثا إلى نادي بيراميدز. تاريخ مباريات المقاولون والأهلي في بطولة الدوري: المقاولين والأهلي لعبوا زي ما قلت لكم امبارح كده والأرقام لا تكذب ولا تتجمل. النادي الأهلي لعب ضد المقاولين العرب 71 مباراة، فاز في 49، تعادل في 15، هزم في 7 مباريات، له من الأهداف 122 هدف عليه 40 هدف. أول وآخر مباراة بين المقاولين العرب والأهلي في بطولة الدوري، أول مباراة بين الفريقين كانت 29 أكتوبر 78 وانتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. آخر مباراة كانت 27 نوفمبر 2018 الدور الأول، فاز النادي المقاولين العرب على النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. أول أهداف النادي الأهلي ضد المقاولين العرب جمال عبد الحميد النجم الكبير كابتن جمال عبد الحميد، وآخر الأهداف إسلام محارب، وأحرز أول هدف للمقاولين العرب كابتن نبيل إبراهيم، وآخر هدف أحمد علي. أكبر فوز للنادي الأهلي على المقاولين 6-2 مرة واحدة، 5-1 ثلاث مرات، 5-2 مرة واحدة، 4-1 مرتين، 3-0 ثلاث مرات، 3-1 ست مرات. أما أكبر فوز للمقاولين العرب على النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء مرتين. هداف النادي الأهلي في مرمى المقاولون العرب النجم الكبير كابتن أحمد بلال اللي هيكون ضيفنا النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة، كابتن الكبير النجم الكبير كابتن حسام حسن، النجم الكبير كابتن محمد أبو تريكة، كابتن علاء إبراهيم 4 أهداف، عبد الله السعيد 4 أهداف، 10 لاعبين كل منهم 3 أهداف. أما هدافه المقاولون العرب في مرمى النادي الأهلي حسين السيد 3 أهداف و8 لاعبين كل منهم هدفين. توقيتات إحراز النادي الأهلي لأهدافه في 52 هدف في الدوري حتى الآن. يمكن تقسيم 52 هدف كالتالي:
في الدقيقه الاولى للدقيقه 15 6 اهداف، من الدقيقه 16 للدقيقه 30 7 اهداف، من الدقيقه 31 للدقيقه 45 7 اهداف ايضا، من الدقيقه 46 مع بدايه الشوط الثاني للدقيقه 60 6 اهداف، ومن الدقيقه 61 للدقيقه 75 10 اهداف، ومن الدقيقه 76 للدقيقه 90 16 هدف. اما توقيتات الدخول اهداف في مرمى النادي الاهلي 19 هدف فقط احرزوا في مرمى النادي الاهلي مقسمه على 90 دقيقه كالتالي: من الدقيقه 1 للدقيقه 15 هدفين، من الدقيقه 16 للدقيقه 30 هدف وحيد، من الدقيقه 31 للدقيقه 45 هدف وحيد ايضا، في بدايه الشوط الثاني 7 اهداف، وفي نهايه الشوط الثاني او نهايه المباراه 7 اهداف ايضا، ومن الدقيقه 61 للدقيقه 75 هدف وحيد فقط. طيب توقيتات احراز المقاولين العرب لاهدافه 44 هدف مقسمة على 90 دقيقة، 5 اهداف في بداية المباراة، 8 اهداف في الدقيقة 16 للدقيقة 30، ومن الدقيقة 31 للدقيقة 45 8 اهداف، من الدقيقة 46 للدقيقة 60 6 اهداف، ومن الدقيقة 61 للدقيقة 75 7 اهداف، ومن الدقيقة 76 للدقيقة 90 10 اهداف. طيب خلينا نروح لوصول لاعبو النادي الاهلي الى ملعب المباراة. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول دايما نحط حضراتكم معانا في الصوره ونقول ونوري حضراتكم ان لعيبه النادي الاهلي بيعملوا ايه منذ وصولهم الى فندق الاقامه في برج العرب. وصول اللاعبين الكابتن سعد عبد الحفيظ بقى هتتوالى الاسماء زي ما حضراتكم شايفين، مستر مارتن لاسارتي وبقيه الجهاز الفني واللاعبين امام حضراتكم، كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، كابتن حسين عبد الدايم، بقية اللاعبين هيبقوا متواجدين الآن مع حضراتكم ودخولهم إلى ملعب أو استاد برج العرب، استاد الجيش في برج العرب، والكل بينتظر لاعبو النادي الأهلي وحالة من التركيز الشديد واضحة جدا جدا على اللاعبين. يحاول بس يجيب لنا الكاميرا من قدام يا جماعة تقولوا له علشان حالة التركيز تبقى واضحة جدا أمام المشاهدين أو أمام الناس دايماً اللي بتتفرج على قناة النادي الأهلي. خلينا نكمل بقية جرافيك هذه المباراة. كل ما هتجيلنا حاجة مهمة طبعاً هنطلع نوريها لحضراتكم ونرجع نكمل كلامنا، الكلام ده موجود دايماً معانا، ولكن شغل اللايف دايماً أو شغل المباشر دايماً بنبقى حابين إن هو حضراتكم دايماً تبقوا معانا في الصورة. توقيتات دخول أهداف في مرمى المقاولون العرب 35 هدف استقبلتهم شباك المقاولون مقسمة على 90 دقيقة، 7 أهداف في أول ربع ساعة، هدفين في تاني ربع ساعة، هدف وحيد في آخر ربع ساعة من الشوط الأول. أما مع بداية الشوط الثاني ف8 أهداف، ثم من الدقيقة 61 للدقيقة 75 8 أهداف أيضا، ومن الدقيقة 76 إلى الدقيقة 90 9 أهداف. جدول ترتيب الدوري العام المصري، النادي الأهلي في الصدارة بعد لعبه 32 مباراة ب 74 هدف، نادي بيراميدز في المركز الثاني وانتهت مبارياته ب 34 مباراة 70 نقطة، نادي الزمالك ويتبقى له أيضا مبارتين، مباراة أمام الإسماعيلي هتبدأ في تمام الساعة 8، ثم المباراة القمة مباراة النادي الأهلي والزمالك إن شاء الله اللي هتبقى يوم الأحد القادم. الزمالك في المركز الثالث ب 69 نقطة، النادي المصري البورسعيدي في المركز الرابع من وانتهى الدوري بالنسبة له ب 52 نقطة، المقاولين العرب برضو آخر مباراة لهم اليوم ضد النادي الأهلي ب 48 نقطة، مصر المقاصة في المركز السادس من 34 مباراة 46 نقطة، الإسماعيلي في المركز السابع من 33 مباراة وله 43 نقطة، طلائع الجيش في المركز الثامن من 34 مباراة وله 41 نقطة، أما إمبي في المركز التاسع من 34 مباراة وله 40 نقطة أيضا. وادي دجلة في المركز العاشر من 34 مباراة وله 40 نقطة. الاتحاد السكندري في المركز الحداشر من 34 مباراة وله 38 نقطة. حرس الحدود في المركز الاثناشر 34 مباراة، لعب 34 مباراة عنده 38 نقطة. الانتاج الحربي في المركز الثلاثاشر 34 مباراة و 38 نقطة، الإنتاج الحربي منذ قليل برضو عايز أقول لحضراتكم بعض الأخبار، الإنتاج الحربي باسم مرسي لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب نادي سموحة المعار من نادي الزمالك انتقل إلى نادي الإنتاج الحربي في إعارة لمدة عام.
سموحة في المركز ال 14 من 34 مباراة عنده 38 نقطة، الجونة في المركز ال 15 من 34 مباراة عنده 38 نقطة، بتروجيت في المركز ال 16 من 34 مباراة وهبط إلى القسم الثاني، الداخلية والنجوم أيضا هبط إلى القسم الثاني. ده كان ترتيب فرق الدوري العام المصري.